النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي تشير تقريبا إلى وجود بعض من السحب والغيوم المتوسطة والعالية وأخرى منخفضة تظهر في أجواء المملكة وبعض المناطق الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. خرائط الضغط الجوي تشير إلى تموضع مرتفع جوي تقريبا في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، مما يؤدي لاندفاع رياح تقريبا تكون شمالية غربية. هذه الرياح تعمل في معظم هذه الأوقات على انخفاض في درجات الحارة ومنع ارتفاعها بشكل عام، حتى أنه يوم الخميس هناك فرصة لأن تهطل بعض الزخات المحلية من الأمطار في المنطقة الشمالية من المملكة. درجات الحارة وتوقعات الكتل الهوائية في المملكة، كما نلاحظ هناك كتلة هوائية تقريبا باردة نسبيا في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، هي مشار إليها باللون الأخضر هنا، وأيضا كتلة هوائية ذات درجات حارة مرتفعة مشار إليها باللون الأحمر. تقريبا المملكة تقع بين تلك الكتلتين، وبالتالي نهار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء درجات حرارة تقريبا هي على بقليل من معدلاتها المعتادة إجمالا، مع أجواء تكون مائلة للبرودة في ساعات النهار لكنها تتحول إلى باردة نسبيا في ساعات الليل. ولكن اعتبارا من يوم الخميس تندفع هذه الكتلة الهوائية الباردة نسبيا باتجاه المملكة، وبالتالي يتوقع يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات حرارة يوم الخميس، وتصبح درجات الحرارة يوم الخميس دون المعدلات المعتادة، ويتحول الطقس يصبح سواء في ساعات النهار أو في الليل يكون باردا بوجه عام، بل ويكون في ساعات الليل في بعض المناطق شديد البرودة خاصة في ساعات الفجر بمشيئة الله تعالى. تعاود درجات حرارة الارتفاع كما تلاحظون بشكل لافت اعتبارا من يوم السبت. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة، إذن غدا الأربعاء 15 درجة مئوية العظمى الصغرى 8 درجات مئوية في العاصمة عمان، 14 إلى 6 يوم الخميس، و14 إلى 10 درجات مئوية يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى. نتعرف على درجات حرارة العظمى المتوقعة نهار يوم الأربعاء والصغرى ليلة الأربعاء. الخميس نبدأها من المناطق الشمالية، هناك 17 10 في إربد وجرش، عجلون 15 إلى 10، 18 إلى 7 في المفرق. المناطق الوسطى في العاصمة 15 إلى 8 في السلط، 16 إلى 10، 16 إلى 10 في مأدبة أيضا، 18 إلى 9 في الزرقاء، وفي البحر الميت من 24 إلى 19 درجة مئوية. جنوبا تكون في الكرك والطفيلة، الكرك 15 9، الطفيلة 16 9، الشراء 15 6 درجات، معان 22 إلى 6، وفي خليج عقبة من 26 درجة مئوية درجة حرارة العظمى في ساعات النهار، وتكون الصغرى ليلا 15 درجة مئوية. شرقا تكون في رويش 23 إلى 7، 22 إلى 5 في الصفاوي، وفي الأزرق من 23 إلى 7 درجات مئوية. إذا هذا كان كل لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال.